اهلا بكم مع زي ما انتم شايفين السياره اللي طالع انتظارها وبنعمل لكم عليها لايف هي السيلفرادو زي ار 2 الشكل الجديد الجير الارضي. امسك يلا بينا. احنا طبعا معانا ال 6.2 ال 10 غيار ال 420 حصان ودي اول تجربه في الامارات كلها في الشرق الاوسط كله بس مع مهند 050-516-3525 من حموده للسيارات ونعمل اول تجربه. احنا رايحين نحط لها بترول بس يعني مش تجربه فعليه او هي تجربه في الشارع فقط على محطه البترول الحمد لله قريبه منا جدا. بس ده اللي ورا مفتوح القديم الساعة دلوقتي واحدة إلا تلت توقيت أبو ظبي. اليوم كام؟ اليوم 7/6/2022. أيوة السيارة طبعا الجديد فيها زي ما انتم شايفين الشكل الخارجي اختلف كتير. ما في كفر على الهود او غطاء المحرك. العدادات اختلفت كلها بقت شاشات ديجيتال كبيره جدا ما شاء الله. بقى في عندنا هنا مفيش بترول. نروح فين كده يعني؟ ايوه ماشي. بقى في عندنا هنا الاثنين ديفلوك هات لنا دي يا قدير. امامي وخلفي طبعا تنبيه انحراف فصل الايرباكس فصل الماكينة كمان طبعا هنا الشكل الكاربو فلاش حتى الماتيريال كلها اختلفت بقت شكلها احسن كتير. عندنا هنا التوينج مود سماعات البوز الجير الارضي كل الناس كانت مستنيه ينزل عندنا وده شكل مستحق غير زي ما انتم شايفين. تمام نروح على محطة البترول اللي جاية دي. هنا في فتحة السقف عندنا هنا كمان خدمة الاون ستار زي ما انتم شايفين. اوكي درجة الحرارة كام؟ حاجة و40 بقى. احنا داخلين على محطة البترول وتجربة عملية مرة تانية ان احنا نشوف البترول. طبعا احنا مش هنفولها مش هنقدر نعرف الفول تانك لان دي سيارة للديمو. اللي هتتعرض في الشروم الوحيدة وأول سيارة وصلت للإمارات وأول سيارة وصلت للشرق الأوسط وأول سيارة يسوقها مين؟ مهند. مهند يا باشا. تمام؟ حلو كده؟ هنا في عندك الشحن اللاسلكي للتليفون. حط قد إيه؟ 100 سبيشال بس. ها؟ كيس مدير. هذا مدير. مية سبيشال ها؟ 100 سبيشال اهو. تمام عندنا هنا الشاشة زي ما انتم شايفين كلها الجوجل اكونت تقدر تضيفه عليها جوجل اسيستنت بلاي ستور اندرويد اوتو والابل كار بلاي طبعا تعمل ساين ان عشان تحط الاكونت بتاع جوجل بتاعك على السيارة. تتحكم بقى في كل حاجة الويز الواتساب والجوجل مابس احنا عارفين كل الموضوع ده. ورينا هنا قدير ادي الكاميرات ال 360 زي ما انتم شايفين وهنا في كاميرا للتوينج. اوكي ما تفكرتش الجنوبية. اوكي هنا التوينج اسكو تھوڑا سكيورتي روم میں وہ کل والا چاول اس کے لیے رکھا تھوڑا جائے گا یار. ودي كاميرا كمان للبوكس دي جديدة دي كمان كاميرا خلفية فوق زي ما انتم شايفين هنا. وريني مين معانا كام واحد ممكن بقى تحصلونا على التيك توك. انا هروح على التيك توك دلوقتي حالا. يلا بينا روحوا على التيك توك. تيك توك